مرحبا بكم في مائدة الإفطار الذي تعود على فوج المدينة للقيام بها منذ أكثر من 10 سنوات. هذه مدرسة علوم تمريض، إدارة الصحة مشكورة، وفرت هنا أنتم إذاعة الحياة، إدارة الصحة مشكورة وفرت لنا الفضاء هذا نمدوا عليه. هو المكان بتاعه قرب دار القرآن، نهج السكينة بنت الحسين، معروف في المدينة، كان مركز التلقيح سابقا. هذا المكان نحضروا فيه ونطيبوا فيه ونوزعوا فيه منه هو إلى المستحقين متاعها. فكرة هي بدأت من كما قلت لكم منذ أكثر من 10 سنوات، المبادرة بأن أحد قادتنا الكرام مشكور في محاولة إحياء عادة هي إيصال الأكل إلى أصحابه في منازلهم، كما كنا نحن في العادات في القيروان كنا نوصلوا الفطور كذا لأمهاتنا طيب الأكل ونوصلوا المحتاجين في الأحياء متاعنا. حابين نعملوها بشكل هكا كشفي وشكل عاية كبير. نحن الصيف نحن نوصلوا للديار، معناها ما نجينا ما يفطر حتى حد لهنا، يجيو أصحاب الشاحنات والسيارات يوصلوا الوجبات هذه إلى أصحابها. عدد بتبيع عدد كبير، هما نعتمدوا على كشافين متاعنا وقادتنا، وفما حتى المحبين اللي سمعوا بينا وتابعوا النشاط هذا على ولو جيو يحب يطوعوا من وليداتنا وتلامذتنا وكشافين وقادة، وأي حد ما يحب يمد يد المساعدة مرحبا به، الكل مرحبا بهم سواء كان ماديا هو المهم ان المال قوام الاشياء، والا مواد عينيه يجيب مثلا لحم والا عجين والا حليب واي نوع من المواد الغذائيه المستعمله، والا بجهد بساعد معناها مرحبا بهم. زاد خاطر كيما قلت لك تو نحكي اليوم في 270 تقريبا وجبه واكثر شويه، بالطبيعه يحتاج الى مجهود، اغلبيتها نعتمد على المتطوعين، خاطر فما زوز طباخات هم اللي يقوموا بالعمل يعاونوا فينا، والبقيه كل ما اعتمد كله على المتطوعين. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.